Lesson 12 نحكي على past tense و DIY immunology and home remedies. بشرح لكم اياها هي بعدين. فنبدأ بالقواعد. مثل ما ذكرنا بالمرة الماضية، بنكون عم نستعمل irregular verb ومنغير الصيغة من صيغة الحاضر لصيغة الماضي ما منضيف s. فمنقول when using past tense we never need to add s. فبتذكروا بالفعل ما الحاضر منقول بدل ما نقول مثلا he eats منقول he بدل ما نقول he eat منقول he eats. بنحط s لآخر الكلمة وقت بنحكي على المفرد الغائب. بالماضي ما بنستعمل هالشي، لا إن كان عم نحكي بالregular verb ولا بالirregular verb. صيغة الفعل ما بنزد لا s بآخرها للمفرد الغائب. فمثلا منقول I ate salad. You ate salad. She ate salad. ما حطينا على s. He ate salad. ما حطينا على s. They ate salad. We ate salad. ما تغيرت الكلمة، ما نحط لها بسبب المفرد الغائب. هلا نشوف كلمات المقطع. Immune إلى علاقة بالمناعة، شيء مناعي أو ذو مناعة. Immune منقول نظام المناعي هو immune system. Disease داء. Disease. Healthy يعني صحي. فhealthy food يعني أكل صحي. Healthy. Prevent يعني يمنع. Prevent. Outbreak هي كلمة مركبة. Outbreak يعني تفشي، مثل تفشي المرض. Outbreak مثل شو الشغلة بتنتشر بسرعة. Outbreak. Illness مرض. شو الفرق بين المرض والداء؟ الداء هو بيكون أصعب، بتفشى بسرعة أكتر. المرض محدود، هذا الفرق بيناتهم. Vinegar هو الخل. Vinegar. Ginger هو الزنجبيل. Ginger زنجبيل. Drugstore صيدلية. Drugstore. طب شو الفرق بين الفارماسي، يعني بستعمل كلمة فارماسي وكلمة الدروغستور؟ الدروغستور بيكون فيه يعني مواد أكثر من بس أدوية، بيكون فيه مثلا حفاضات أو إلى آخره، بينما الفارماسي عبارة بس عن الصيدلية، محل ما بيبيعوا الأدوية فقط. Drugstore. Remedy يعني دواء. Remedy. شو الفرق بين remedy وmedicine؟ هي بنستعمل كلمة medicine. Remedy مو شرط تكون شي حبة ناخدها أو شراب ناخده، ممكن تكون مثلا كمادة سخنة. كمادة هي كلمة عامة أكثر من إنه شي ناخده بتمنع. Common يعني شائع، مثلا بنقول common cold بنقول أو common flu هي الشغلة المرض اللي بيكون شائع زيادة، أو مو بس تستعمل مو بس للأمراض، تستعمل لكل شيء. مثلا علاج شائع، دواء شائع، نوع كتابة شائعة، لغة شائعة. common. cure يعني علاج. cure ويقصد فيها علاج دائم، يعني علاج خلاص، يعني ما عاد إنه يرجع المرض. cure. minor يعني طفيف، مو مثل مو شيء كبير كتير. minor. fever يعني حمى، يعني ارتفاع حرارة. fever. recent يعني شيء مؤخر، حصل مؤخرا. recent. often أو often نقدر نلفظ التي أو نقدر ما نلفظ التي، تنتين صح. often بشكل متكرر. often. نبدأ بقراءة المقطع. DIY immunology and home remedy. DIY هي اختصار do it yourself، يعني شيء اعمله لحالك، يعني شغلات نعملها بالبيت، هيك معناتها. وهي كلمة تلاقوها شائعة، هيك هذا المصطلح DIY، يعني شيء بنعمله بالبيت لحالنا. immunology هو علم المناعة، نحن قلنا immune يعني ذو مناعة. immunology مثل biology شيء بتنتهي بالology، يعني علم
الامر اللي عم نحكي هون علم المناعه. And home remedies. Remedies هي جمع remedy اللي هلا قلنا عليها انه علاج. Home remedies هن علاجات اللي بنعملها بالبيت. Our immune system helps our body to fight diseases and helps to keep us healthy. There are many things we can do to strengthen our immune system and prevent illness. This is particularly true during the winter time when many people get sick from the flu and also during the outbreaks of illnesses such as the recent SARS virus. Vinegar, garlic, and ginger can help strengthen our immune system and keep us healthy. شو عم نقول؟ عم نقول الاميون سيستم تبعنا، نظام المناعة تبعنا بيساعد أجسامنا إنه تحارب الأمراض، وكمان يساعد أجسامنا إنه keep us healthy، إنه بيخلينا نكون صحيين أو جزء صحتنا علينا healthy. There are many things، هناك أمور عديدة ممكن نعملها، we can do to strengthen، نقوي، هي أخذناها بالدرس الماضي، to strengthen our immune system، نقوي نظام المناعة لدينا، and prevent illness، ونمنع المرض. This is particularly true، particularly يعني بشكل خاص، يعني هي وخاصة، مثل كأنه نحن نقول وخاصة، no this is particularly true، يعني وخاصة during the winter time، خلال شهر الشتاء، winter والشتاء time، وقت الشتاء هيك يعني. Winter time when many people get sick، وقت الشتاء many people get sick from the flu، بيجيهم flu، and also during the outbreaks، وأيضا خلال تفشي ال illnesses such as the recent، يلي حصل مؤخرا مرض السارج، أكيد سمعانين فيه وصار وانتشر انتشرت الفيروس السارس. Recent يعني مؤخرا سارس فيروس، اجت فترة من الفترة الحديثة انتشر الفيروس السارس. فيروس يعني فيروس. 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 Vinegar خل، garlic توم، اكيد تعرفوا شو garlic توم، and ginger اللي هو الزنجبيل can help strengthen، كان ممكن يساعد ان يقوي جهازنا المناعي ويخلينا بشكل بيخلي صحتنا علينا. نرجع نعيد مقطع قراءة. Our immunes DIY immunology and home remedies. Our immune system helps our body to fight diseases and helps to keep us healthy. There are many things we can do to strengthen our immune system and prevent illness. This is particularly true during the winter time when many people get sick from the flu and also during outbreaks of illnesses such as the recent SARS virus. Vinegar, garlic and ginger can help strengthen our immune system and keep us healthy. كملت المقطع. If we eat a little more vinegar, garlic and ginger, we can make our immune systems stronger. This way we can become healthier and get sick a lot less often. When people are sick or don't feel well, they often go to see a doctor for help or they get some medicine from the drugstore. Many people also use home remedies for common illnesses. Home remedies are things we can do at home to cure an illness or minor medical problem. For example, lots of people use ice packs when they have a fever or drink hot chicken soup when they have a cold. Drinking chicken soup makes them feel more comfortable.
فعم بيقول if we eat, إذا بناكل أكثر بشكل أكثر خل ثوم وزنجبيل نقدر نقوي نقدر نعمل الاميون سيستم نظام المناعي تبعنا أكثر أقوى stronger. This way we can become healthier, هيك بنكون صحتنا أحسن, and get sick a lot less often, يعني بنضعف بصير بيجينا المرض بشكل أقل تكررا, lot less often, ما بنتكرر as much. When people get sick, when الناس بتضعف, they don't feel well, or what, ما بيكونوا حاسين حالهم منيح, they often go to see a doctor, بيروح على الدكتور for help, or they get home or they get some medicine from the drugstore. يا بيروحوا على الدكتور يا دغري بيروحوا على الصيدلية بيشتروا عفوا بيشتروا دواء. Many people also, بعض كثير من الناس also بيستعملوا home remedies, يعني بيعملوا علاجات من البيت for common illnesses, للأمراض الشائعة. Home remedies, شو هن الأدوية اللي بنستعملها أو العلاجات المنزلية اللي بنستعملها, are things we can do at home, هن الأمور ممكن نعملها بالبيت to cure an illness, حتى تعالج مرض or minor medical problem, أو شغلة إلها علاقة طبية بس تكون طفيفة, ما يكون مرض, يكون مرض عضال. Minor medical problem, مشكلة طبية خفيفة طفيفة. For example, على سبيل المثال, lots of people, كتير ناس بيستعملوا ice packs, بيستعملوا ice pack يعني كمادات باردة. Ice هو التلج أو الجليد مثل ما بتعرفوا, pack هو مثل باكيت, فباكيت الجليد أو نحن بنسميهم بالعربي كمادات باردة. Ice packs, when they have a fever, وقت بتصير معهم حمى وبترتفع حرارتهم. Or drink hot chicken soup, أو بيشربوا شوربة دجاج when they have a cold, وقت بيصير معهم رشح. Cold هون يعني رشح, cold. Drinking chicken soup, يعني شرب شوربة الدجاج, makes them feel comfortable, بيحسوا حالهم مرتاحين, بيشعروا بالراحة وقت بيشربوا chicken soup, شوربة دجاج. نقرأ المقطع مرة تانية. If we eat a little more vinegar, garlic and ginger, we can make our immune systems stronger. This way we can become healthier and get sick a lot less often. When people are sick or don't feel well, they often go to see a doctor for help or they get some medicine from the drugstore. Many people also use home remedies for common illnesses. Home remedies are things we can do at home to cure an illness or minor medical problem. For example, lots of people use ice packs when they have a fever or drink hot chicken soup when they have a cold. Drinking chicken soup makes them feel more comfortable. الأسئلة اللي علاقة بالدرس هي What does an immune system do? شو بيعمل immune system تبعنا؟ What happens when our immune system is strong? شو بيصير وقت immune system تبعنا, وقت نظام المناعي تبعنا بيصير قوي؟ What are home remedies? شو هنن الhome remedies? Give an example of a home remedy that you use. هذا الجواب بدي يجي منكم مو من المقطع. That you use when you get sick. فأعطينا مثال على home remedy أنت بتستعمليها وقت بصير في مرض بالبيت. سؤال القواعد, هلا بدي اياكم fix the mistakes, يعني بدي اياكم تصلحوا الخطأ. هدول الجمل ربما يكون فيهم أخطاء, ربما يكون فيهم أخطاء, فبدي اياكم تصلحوا الأخطاء اللي لها علاقة بالفعل الماضي. والسلام عليكم.